يا اهلا بكم. طبعا الكلام عن الستورج لا ينتهي وبلا حدود، وموضوع عميق، وهحاول ان شاء الله ان انا اقدمه في ابسط صوره بدون اي تعقيدات. طبعا احنا هنكون بنركز في الكورس ده على البيزنس ستورج سيستمز، زي السيستمز اللي موجوده عندنا في الداتا سنتر، او الستورج سيستمز والستورج سولوشنز الموجوده في الكلاود، مش عن الهوم ستورج سيستمز زي الستورج اللي في اللابتوب او الستورج اللي في اي كمبيوتر موجود في البيت. وطبعا المعلومات هتكون بدون تحيز او بدون تركيز على منتج معين من فيندور معين او من شركة معينة، لكن الكلام هيكون عام على المفاهيم وعلى البروتوكولات المستخدمة الفروقات اللي ممكن تكون موجودة ما بين سيستم وآخر. من باب العلم بالشيء، إن شاء الله الكورس هيكون متوفر بلغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية، اللي حابب يشوفه يعني باللغة الإنجليزية إذا حبيت. أنا حابب إن أنا أنشره باللغتين عشان إن شاء الله يعني الاستفادة توصل لأكبر قدر ممكن من الناس. أتشرف طبعا تبعتكم ليا، ومكتوب هنا في أسفل الشاشة الروابط. أتشرف بتواصلكم معايا إن شاء الله عبر اللينكد إن أو عن طريق الإيميل، وهكتبهم طبعا في ديسكريبشن الفيديو. طيب خلونا نبدأ وناخد نبذة عن الموضوعات اللي إن شاء الله هنتناولها في الكورس، أو مكونات الستورج سولوشنز، أو خلينا نقول يعني الوصف او الانجريدينتس بالفعل. فهنبتدي الموضوع بنقط هي في منتهى البساطه، اكيد طبعا كلنا يعني ملمين بكتير من بعض من النقط دي، ونبتدي نتوغل شويه لحد ما نوصل ل تفاصيل عن بعض الموضوعات زي البلوك ستورج على سبيل المثال، الستورج فابريكس، السان فابريكس. هيكون في ديمو، يعني احنا مش هنعمل فيه كرييشن لحاجه معينه، لكن يعني هيكون فيها استعراض للستورج سيستمز. هنشوف سان سويتش، هنشوف سان ستورج سيستم، اتش بي اي كاردز وخلافه. يلا بينا نبدا اول جزء عن الكمبيوتر مين كومبوننتس. طبعا انا عارف ان الكل عارف وملم كويس قوي ب المين كومبوننتس، بس خلينا نعيد عليهم تاني علشان نعرف الى اي مدى ان الستورج في الكمبيوتر هو شيء في غايه مش بس الاهميه، هي قصه انه في غايه التاثير. فطبعا احنا اوريدي عارفين ان الكمبيوتر بيتكون من سي بي يو، ميموري، ستورج، ونتورك، تمام. لكن احب اقول لك ان الستورج هي بالفعل البوتل نيك في الكمبيوتر سيستم. يعني مهما كان الكمبيوتر عندك قوي وفي اقوى سي بي يو واعلى ميموري، لكن بالفعل لو عندك مشكله في الاستورج سيستم نفسها هتبطئ لك السيستم بالكامل. وحتى يعني لو خدنا نموذج خارج البيزنس ستورج، لو اتكلمنا على لابتوب، مع ان انا قلت مش هنتكلم يعني عن لابتوبات الشخصية، بس حتى لو عندك لابتوب وإمكانياته ضعيفة أو متواضعة وغيرت له الديسك، دي حتى تجربة أنا عملتها، يعني غيرت له الهارد ديسك اللي فيها وركبت فيها اس اس دي درايف، هتحس بفرق قوي جدا، فرق رهيب في البرفورمانس. فمش بالضرورة بس إننا بنتكلم على النقل من الديسك التراديشنال العادي إلى اس اس دي أو فلاش ستورج، لكن عامة يعني انت لو عندك مشاكل في الستورج سيستم، الديسكات قديمة بطيئة، اي مشكلة في الستورج سيستم هتبطئ الكمبيوتر عندك بالكامل. فبالفعل الستورج هو موضوع في غاية الأهمية والخطورة، وخصوصا في البيزنس لو فيها غلطة في سبيسيفيكيشن او في برودكت بالخطا اشتريته لا يتناسب مع الورك لود اللي هيشتغل عليه، او حتى ممكن تكون مشكله كونفيجريشن هتؤدي الى بطء شديد، وممكن في بعض الاحيان يعني كمان داتا لوس
للداتا اللي عندك اثناء الكتابه تحديدا وقت الرايتنج على الديسكس. تمام. طيب خلونا ناخد فكره عن الهيستوري اوف ستورج. نرجع كده يعني بالزمن ورا نشوف الاستورج، او بتكلم على الديسكس او الهارد ديسكس، بدات امتى تحديدا. بدأت من نص القرن الماضي، يعني سنة 1956 كانت أول هارد ديسك تنتج من شركة اي بي ام، كان اسمها رام باك، وكان حجمها زي ما أنا كاتب كده، كانت السعة التخزينية ليها أقل من 5 ميجا بايت، مش جيجا، لا 5 ميجا بايت. ولو تشوفوا هنا في الصورة حجم الهارد ديسك قد إيه، دي هارد ديسك كانت راكبة على مين فريم إنتاج اي بي ام برضو. وتشوف الأجزاء الميكانيكية اللي فيها، كل ده على بس 5 ميجا. يعني شوف حتى مكانه فين، أنا مش عارف ده كده يعني داتا سنتر ولا، لكن يعني حجمه ضخم. طبعا التكنولوجيا لما بتتطور، فنشوف سنة 80 أول هارد ديسك من سيجيت كان حجمه 5 ميجا، صحيح لسه حجمه كبير والفورم فاكتور كان اللي هو 5.25، لكن على الاقل نشوف حجمه، يعني برضو تقدر تمسكه في ايدك بعكس التاني اللي كان شايله الليفت او الكلارك. تمام. سنه 1992 ظهر اول فلاش ديسك او اس اس دي، ما قدرتش اوصل الحقيقه لسعه التخزينيه كانت كام، لكن برضو يعني سنه 92 سان ديسك تنتج اس اس دي، سان ديسك اللي هي حاليا اسمها سان ديسك. تمام. طبعا الهيستوري ديسكس انا جبته من موقع لطيف، هحطه في الديسكريبشن ان شاء الله، عشان اذا انت حابب انك تشوف يعني تاخد فكره عن الهيستوري للستورج من بدايته. تمام. هحطه في الديسكريبشن ان شاء الله. تمام. واخر جزء في الفيديو ده الستورج تايبس. طبعا احنا هناخد الاستورج ان شاء الله بالتدريج من ابسط الامور لحد ما نوصل، علشان نقدر نوصل مع بعض للامور اللي هي شويه ما اقدرش اسميها معقده، لكن اللي فيها تفاصيل اكتر. طيب ايه هي، اقصد ايه بالستورج تايبس؟ لوكال او الانترنال ستورج، وهي الاستورج اللي بتكون موجوده داخل الكمبيوتر عندنا، او طالما بنتكلم على بزنس ستورج فانا بتكلم هنا على السيرفر. تمام. بغض النظر عن نوعها، هنغطي انواعها ان شاء الله في الحلقات اللي جايه، او ان هي تكون اكسترنال او ريموت ستورج زي ما تكون سان او ناز ستورج، او حتى الفلاش ميموري درايف، هي في النهايه اكسترنال ستورج. في كمان الكلاود بيست ستورج، يعني في ابسط صورها زي دروب بوكس، الوان درايف، البيزنس ستورج طبعا زي امازون اس 3، ومن اجور اظن بيسموها اجور فايلز. وبيختلف دور طبعا كل تايب من الستورج في ايه الورك لودز اللي نقدر نحطها عليها واستخداماته المختلفه. تمام. وبكده خلصت اول حلقه من الكورس. الحلقه الجايه ان شاء الله هنشوف الستورج سولوشنز. اتمنى ان شاء الله ان تكون المعلومات مفيده، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. مع السلامه.